الأثمنة تقريبا نفس العام الماضي، يعني في المتناول الجميع، يعني التمر كيبدا من 14 درهم حتى 33 34 35، والكمية راه متوفرة، يعني كاين ثمن مناسب. كاين تمر مغربي هو اسم الجهة، وكاين تمر السكري وتمر جزائرية، تمر تونسية، تمر العراقية، يعني كاع جميع الدول العربية التمر ديالهم، تمر ليبي، يعني الحمد لله هذا العام كاين الكمية متوفرة، يعني الإقبال متوسط، يعني العرض أكثر من الطلب، المجهول المطلوب، وتقريبا يعني فيه الخروج أكثر من العام اللي فات. وتال الانتاج ديال المخطط المغرب الاخضر عطى المفعول ديالو، كاينه شويه القطره، شويه بدا كيتكاثر شويه بشويه. عطى الله الخير، الحمد لله كل شيء كاين، السلعه موجوده، ومرحبا بالجميع، خاصه شي حاجه مرحبا به. اثمنه ثمن مناسب اخويا، مرحبا، كل شيء كاين، كاينه المصريه، كاينه الجزائر، كاينه تونس، اغلبيه الجزائر وتونس، وتا ديال البلاد كاينه العشاقه، كله شنو كيبغي، فهمت؟ السوق فيه الجوده، فيه المليح، فيه الثمن مزيان، الناس كاين الاقبال، الحركه دايره مزيانه، غدا الامور كلشي بخير وعلى خير. ايوا كنتمنوا من الله هذا الشهر يكون خير على الجميع. الثمن راه كاين، كله ثمنه، كاين ثمن مناسب، وكاين التمر مناسب زوين، كاين الجوده التمر. مطلوبه التونسيه، الجزائريه، السكري، التمر السعوديه، والتمر ديالنا بالنسبه للمجهول وداك الشيء شويه. وشويه البركه ضروري. الرواج شويه. كاين الرواج، باش كاينش ذاك الرواج الكثير بحال العامات اللي فاتوا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.